مرحبا بكم في عيشة ريسيبيز. اليوم غادي نقدم لكم مغربة بجنجلان والكوك. غنحتاج في المقادير جوج كيسان ديال الزيت، قياس ديال كاس العنبة، جوج بيضات، كاس ديال الجنجلان، كاس ديال الكوك، 125 غرام ديال الزبدة، هنا جوج خمارات، كاس ديال السكر سنيدة، والتزيين غنحتاجو ما زهر وسكر ثقيل والطحين حسب الخليط. اول حاجه كنبداو بها هي الزبده مع السكر، هادو كنخدموهم مزيان مع بعضياتهم. الزبده ضروري تكون بحاره ديال المطبخ. ملي كتدخل السكر في الزبده مزيان غنزيدو دابا الزيت. دابا كنزيدو البيض، الكوك والجنجلان. ملي كيندمج مزيان غنزيدو خمارات ونزيدو الطحين. كنزيدو الطحين شويه بشويه. ملي كتجمع العجينه تكون بحال هكا، يعني ما كتكونش قاصحه، تكون رطبه. غادي ندوزو نشكلوها كويرات ونديرو الوجه ديالها في مزهر بحال هكا ونديروه في السكر ثقيل ندوه مزيان وكنديروها في الطاوة مدهونة بالزيت. وكنديروها ضروري كنديروهم بعدين على بعضياتهم حيت ملي كنديروهم في الفران غادي نديرو هكا غيتحلو باش ميلصقوش مع بعضياتهم، وكنستمروا بنفس العمليه حتى كنسلم الكميه ديال العجين اللي عندنا. بعد ما زينا التشكيل ديال الحلوه كندخلوها للفران على درجه حراره 180، كنطيبوها من الوجه هو الاول ديك 5 ديال الدقائق. من بعد كنطيبوها من تحت ديال الحلوه وتاخذ واحد 10 ديال الدقائق تقريبا. هادشي بالنسبه للفران ديال الغاز. اما بالنسبه للفران ديال الضو راه كنطيب كندخلوها وكنشعلوا عليها الفوق وعجينه كنشعلوها من تحت. غريبة بالجنجلان والكوك هيا وجدات، كنقدم عليكم بالصحة والراحة. متنساوش إلا عجبكم الفيديو ديرو جيم، وباش ديما توصلو بالجديد ديالي تابوناو في لاشين. نشوفكم في الحلقة الماجية. سلامة.